السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الف مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل مع اسماء. اليوم ان شاء الله في الوصفه ديال اليوم غادي نشوفوا وصفه جد سهله بسيطه، واللي هي وصفه ديال الكوكيز بالشوكولات، نوع من انواع الكوكيز، لان الكوكيز فيها بزاف ديال الانواع. غادي نشوفوا، كنت ديجا حطيت واحد الوصفه ديال الكوكيز وهذه وصفه اخرى، وان شاء الله غادي نشوفوا وصفات اخرى متعدده. الوصفه ديال اليوم مهداه للناس اللي كيبغوا، المحبين ديال الشوكولات والدراري الصغار كذلك اللي كيبغيو كاع هاد الحاجات الحلوه. دونك بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوا فيها، غادي نحتاجوا 110 غرام ديال الشوكولات الاسود من النوع الجيد ويكون فيه نسبه الكاكاو عاليه، على الاقل واحد 55% ديال الكاكاو. عندي 55 غرام ديال الدقيق مع واحد القبصه ديال الملحه، 80 غرام ديال السكر البني، نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه الكيماويه اولا البيكنج باودر، واحد المعلقه صغيره ديال السكر فانيلا، بيضه متوسطه الحجم، 30 غرام ديال الزبده، عندي واحد المعلقه صغيره ممسوحه ديال القهوه سريعه الذوبان. في هذه الحاله هذه القهوه ماشي غتعطينا المذاق، وانما يعني ما غاديش نحسوا بالمذاق ديال القهوه، وانما غادي تخرج لنا مزيان المذاق ديال الشوكولات. هذا هو الهدف من القهوه هنايا في هذه الوصفه. هذه عندي هنا واحد 40 غرام ديال حبيبات الشوكولات بحال هكا، وكذلك 40 غرام اخرى ديال الشوكولات بحال هذا، قطعته هكا بالموس حتى كيولي لي على هذا الشكل قطع متوسطه. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجهم في هذه الكوكيز. ندوزو دابا على بركه الله لطريقه التحضير. اول خطوه غادي نبداو بها في الوصفه ديالنا هي غادي ندير واحد الحمام مائي او حمام مريم معروف، كنديروا كاسرونه فيها الماء، نرفق منها واحد الاناء، وغادي ندير الشوكولات الاسود ديك 110 غرام ديال الشوكولات الاسود اللي بحال هكا قطع، غادي نزيدو معها ديك 30 غرام ديال الزبده، وغادي نخليوهم كيذوبوا، لان ماشي يذوبوا تماما، يعني بقاو شويه ديال القطع ماشي مشكل، من بعد راه غادي يكملوا الذوبان، يعني ما نخليوهاش حتى تسخن بزاف. انا غنوريكم الشكل ديالها كيفاش. الخطوه المهمه هي اننا في واحد البول غادي نديروا البيضه، غادي نزيدوا معاها السكر البني، غادي نزيدوا معاها ديك القهوه السريعه الذوبان، وغادي نزيدوا تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال السكر فانيلا، وهذا الشيء كامل غادي نضربوه بالطراب الكهربائي حتى ينسجم لمده واحد ديال جوج دقائق تقريبا. الشوكولاته ديالنا اللي درناه في حمام مريم غير كنبداو نحسو به كيدوب، كنطفيو عليه النار، وغير في داك البخار ديال الماء اللي كيكون سخون كنخليوه، كنبقاو نحركو حتى كيدوب، يعني ومن نديرو من بغيو نزيدوه على خليط ديال البيض والسكر، من نديرو صبعنا بحال هكا نحسو به دافي، ما نحسوش به سخون. هذه كيولي لنا على هذا الشكل، هذا دابا راه دافي، هذا ماشي سخون. وبالنسبه للخليط ديال البيض والسكر والفانيلا والقهوه اللي درنا، ها هو كيولي لنا على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو نمزجو العناصر، يعني غندير داك الشوكولات والزبده اللي ذوبت، ممكن كذلك تذوبوا الشوكولات والزبده في الميكرووند اللي عنده، يمكن له يديروه في الميكرووند ويعني يبقى حاضر، لان الا ما حطاش غيتحرق له. وغادي نضيف بحال هكا الخليط ديالنا نساجم، رجع على هذا الشكل هذا. دابا عندي هنايا الدقيق، قبصه ديال الملحه، قبصه تكون مهمه يعني حيت لي كوكيز ديما كتكون فيهم شويه ديال الملوحه، الا استعملنا الزبده اللي فيها المذاق ديال الملح، هذيك الساعه ما نزيدوش الملح. غنخلطوا هذا الشيء، خلطناهم مزيان، دابا غادي نغربلوهم فوق الخليط السابق، وغادي نخلطو مزيان بلا سباتول حتى غادي ينسجمني هذا الخليط هذا. واحد الملاحظه، اذا حسيت بالخليط خفيف بزاف كنزيد عليه واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق، بالاضافه لديك 55 غرام، انا زدت عليه معلقه كبيره ديال الدقيق بالاضافه لديك الكميه اللي عطيتكم، كيجي على هذا الشكل هذا. الا ب 55 جاكم هو هذاك صافي ما تزيدوش، نتوما على حساب نوع الدقيق. انا زدت هنايا غنزيد دوك الحبات ديال الشوكولا، غنحتفظ بواحد شويه ونوريكم علاش من بعد، وغادي نحرك حتى ينسجموا لي العناصر مزيان. انا بالنسبه للعمليه ديال التشكيل ديال الحلوه عندي جوج ديال الحلول، واما مباشره بواحد المعلقه عاديه كنحط فوق الصفيحه ديال الفرن بحال اللي شفتو مغطيه بورق سلفريزيت، بالمعلقه كنبدا نشد وكنحط مفارقين بعضياتهم، حيت لي كوكيز ما كيكونش عندهم شي شكل محدد، يعني كل وحده كيفاش كتجي، اولا كنديرهم في لابوش هكا ما فيها حتى شي حاجه، غير كنحلو هكا شويه بالمقص وكنديروا لها على هذا الشكل هذا، اولا بحال اللي قلت لكم بكل سهوله بالمعلقه. ها نتوما وبالنسبه اللي بغات دير بالمعلقه
غديرهم غير على هذا الشكل هذا بحال هكا كيبقى لكم الاختيار كيف ما بغيتوا ديروا ديروا. من بعد ما كملنا الكميه عندنا بحال شفتوا اما ديرهم بلا بوش كيجيو على هذا الشكل هذا اولا الشكل بحال هكا كيجي عشوائي اللي هو معروف به لي كوكيز كيبقى لكم نتوما الاختيار. انا درتهم لكم جوج باش تشوفوا كل وحده كيفاش كتخرج النتيجه وانتم هذيك الساعه اللي عجبتكم اكثر ديروها. غنشدوا داك الشكلاط اللي قطعناها بحال هكا بالموس ديك 40 غرام اللي كنا قلنا وغنديروها من الفوق بحال هكا غادي نثبتوها على لي كوكيز ثبت عليهم بحال اللي شفتوا دوك القطع ديال الشكلاط. احتفظت بشويه من هادو واحتفظت بهذوك الحبيبات ديال الشكلاط اللي قبيله وريتكم قلت لكم غنقول لكم علاش انا دابا غنشرح لكم علاش. غادي دابا غادي ندخلوا هاد لي كوكيز هادو ديالنا في الفران يكون مسخن على درجه حراره 180 درجه واحد المده ديال 12 حتى 15 دقيقه. من غادي تدوز نصف مده الطهي يعني من بعد ما غدوز واحد 6 اولا 7 ديال الدقائق غادي نخرجوا ديك الصفيحه ديال الفرن وغادي نعاودوا نثبتوا عليها شويه من هاد لي بيبي دو شوكولا وشويه من هاد القطع ديال الشكلاط هادو اللي مقطعين بالموس غنديرهم الفوق وعاد غندخلوها عاوتاني مره ثانيه للفران ونكمل نخليوها تكمل العمليه الطهي ديالها. علاش كنديروا هاد العمليه هادي؟ لان من كندخلوهم للفران ما كيبقاوش باينين لنا مزيان هاد القطع ديال الشكلاط دونك كنعاودوا نثبتوا عليهم في نصف عمليه الطهي كنعاودوا نثبتوا عليهم شويه ديال القطع ديال الشكلاط باش كتولي لي لا كوكي من كتكون طايبه كنشوفوها من الفوق مزيان فيها القطع ديال الشكلاط والمنظر ديالها كيكون احسن. نتمنى ان شاء الله ان الفكره تكون واضحه. نديهم دابا الفران ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله. لي كوكيز ديالنا بعد ما طاب في الفران ما كياخذوش الوقت بزاف يعني واحد 10 حتى 12 دقيقه ماكسيموم على حسابي يقدر ياخذكم 13 او 14 دقيقه ولكن المهم ضروري تحضيو معاهم باش ما يتحرق لكمش بطبيعه الحال داك الشكلاط. كنخرجوهم من الفران كنخليوهم يدفوا واحد شويه بديك صفيحات الفرن ديالهم لان كيكونوا رطبين بزاف الا جيتو تهزوهم غادي يتهرسوا دونك نخليوهم واحد 5 دقائق من بعد نهزهم ونديرهم فوق شي شبكه ديال الحلوه ونخليهم يبردوا تماما ومن بعد كنقدمهم بالصحه والراحه مع حليب بارد مع مهم كيف ما بغينا الوليدات الصغار يدوهم الكوتي او لا كيف ما بغينا يعني وصفه سهله المذاق ديالهم كيجي رائع. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم. اي تساؤل او استفسار او تعليق خليوه لتحت في التعليقات ديالكم ان شاء الله غادي نجاوبكم كاملين. وما تنساوش ديروا جيم الفيديو اذا عجبكم بطبيعه الحال تبارطاجيوه وكذلك تشتركوا في القناه باش توصلوا بمزيد الوصفات من المعنى الوصفات ان شاء الله بالضغط على الزر الاحمر اشتراك او سابوني. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.